السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يلينا الشرف الدكتور كوريبان تنهضروا معك شحال هذه كنتصل بك. الله يعلي مقامك بنتي، حافظك الله ورعاك. أجرك الله في الوالدة، الله يصبركم. اللهم آمين، الله يرحم جميع المسلمين. آمين يا رب العالمين. والله لأن واحد السيدي ما تنصنطوا لك دكتور كوريبان. بارك الله فيكم لله. تدعوا مع الناس تنقولوا آمين. جزاكم الله ألف خير. وحنا دابا بغينا الناس تدعوا معنا، الله يجازيك بخير. يا ربي يا ربي. عندنا واحد المشكل في الدار. يا ربي تفرج يا رب. يا ربي آمين. بيرحمنا من الدار ديالنا. لا إله إلا الله. خلونا والدينا هنا في الدار من 60 عام تقريبا، ودابا تيقول لك خاصكم تخوف حالكم ودعونا. لا اله الا الله. وبغينا الناس كلهم يدعوا معنا دابا، حنا في المحكمة ان شاء الله ومعاهم في المحاكم. لا حنا كنتو كارين هاد الدار 60 عام والديك. لا ما كناش كارينها، كان الوالد، انا ماشي والد ديالي، انا يا شيخي. اييه. كان خدام عندهم. اييه. وسنين كان تيفلح معاهم وبقى في ديك الدار، وهما مشاو بحال ما بقاوش سولوا عليه ما حتى شي حاجه. حتى دابا شي عامين دابا عاد باش قال لك مني هو مات الله يرحمه. اييه. هو جا قال لك تخويو لينا الدار. الحاله المدنيه ديالكم لاله حنان، الاسماء ديال الناس اللي زادوا في ديك الدار، الخوت كلهم مزيده في هاد الدار، وكل مسجل في هاد الدار، ومدخلين الضو ومدخلين الماء، كل شيء. وبطاقه التعريف الوطنيه وكل شيء. كل شيء سيدي دايرينو حنا في هاد الدار، كل شيء. يعني 60 سنه هذا تقادم كبير. انا تنقول لك انا 60 عام، يعني هما الست الكبيره راه عندها 70 عام. لا اله الا الله. وحنا دابا معاهم في المحكمه وربي هو الكبير ان شاء الله. شنو هو المطالب ديالهم؟ هما كيطالبوكم باش تخرجوا، انتم كطالبوهم بتسويق الوضعيه. حنا كنطالبوا يخليونا في بلاصتنا، ما يعطونا حتى شي حاجه، يبقى يخلونا في بلاصتنا ونبنيو هي عادي، ما بغينا حتى شي حاجه منهم. لا اله الا الله. ايوا لا اله الا الله، الملك لله. الناس تدعوا معنا ويقولوا ان شاء الله امين يا ربي، فرجها علينا ان شاء الله. يا رحمن يا رحيم لاله حنان، باذن الله. لاله شكرا لك لاله حنان، حفظك الله ورعاك. ومثل هذه القضيه ديال حنان كتكرر، كيكون ناس كبراء عندهم واحد البيت كبير وعندهم بعض الخدم، خدام في الفلاحه او خدام حارس، وكي طبعا داك اللي هو مياوي دوما وابدا كيستافد من السكن، كيعطوه سكن كيتزوج لانه حارس، بحال حارس عماره، بحال حارس واحد ضيعه، خصو يسكن تما، خصو يكون مراقب المكان تما، وكيبقى تما كيتزوج كيدير وليدات. مول الدار ربما قد يسافر، او هو قد يتوفى، ولادو سافروا خارج ارض الوطن، ميسور مشاو يقراو في اوروبا في كندا وما رجعوش، بعد 40 50 عام كيرجعوا لارض المغرب، ارض الوطن، وكيمشوفوا الدار ديالهم. هما غبروا جاوا الحفاده ولا والسيد الاخر حتى هو توفى وخلى ولاده وخلى عائلته وتزوج ولاده. الرجاله جابوا عيالات والعيله جابوا رجاله وداروا حفاده. يعني القضيه ولات معقده شيئا ما، هذاك باغي حقه، ولكن هؤلاء راه بالتقادم من اللي حلوا عينيهم لقوا نفوسهم ساكنين في هذا المقام. يعني القضاء كيف سوف يحكم؟ هادو بغاو حقهم لدى ملك والديهم. وهؤلاء ايضا حتى هما عاشوا سنين واعتادوا على ذلك، وتجي في هذه اللحظه وتقول لهم الافراغ، اكيد انهم سوف يشعرون بنوع من الظلم، وهذا صعب جدا. قد يقول قائل لو كنت انت قاضيا بماذا سوف تحكم؟ ربما قد احكم بالمناصفه، هذا عندهم حق وهذا عندهم حق بالمناصفه، أو نحكم بالمخارجة. المخارجة ما هي؟ يردوا علينا ونردوا عليهم، واحد يرد على واحد، أو نحكموا باش ركنوا السيادة الأولين في مثل هذه المناسبة ديال المولد النبوي الشريف، كيجمعوا الناس وكيقولوا دوك اللي جاوا ياخذوا الدار راه والديكم النهار الأول كانت عندهم الثقة في هذا الراجل خدام عندكم وكان ضعيف
وكان مخلص وكان يتقن عمله وكان يحرس في غيبتكم، ودابا دار وليداته. قلتم انا مسك عليكم الله تعالى وعندكم المال وعندكم الخير، اش بغيتوا عند هادو؟ جو غتبركوا، جو مرحبا بكم، جو من العطله للعطله تلقاو بحال الضيوف المكرمين. ولكن باش يوقع هذا الشريد صعيب للغايه. كانوا احيانا في مثل ذكرى المولد النبوي الشريف كيتجمعوا الفقهاء والعلماء وكيحاولوا ما امكن يحلوا المشكل غير تما، بلا قضاء بلا نزاع بلا محاكم، غير بالكلمه الطيبه، ويذكرون بان الحياه القصيره سوف نرحل عنها، وان اللي بنوا هذه الدار راه كلهم تحت الارض في التراب، لم ياخذوا معهم شيء سوى العمل الصالح وسوى ما قدموه من احسان. وكتلين القلوب، القلوب كتلين، وديك الساعه كيكون واحد النوع من التوافق وكيكون واحد النوع من الانسجام. ونطلب الله سبحانه وتعالى، هو الحكم، الله تعالى هو الحكم، هو يقضي الحكم. دابا اللي غيصدر ربي عز وجل له علم ودرايه به. نسال الله سبحانه وتعالى لالا حنان الله يفرج عليكم الساده المستمعين. اكيد هذه الاسره المراكشيه اللي كتعيش في وضعيه سكنيه صعبه وخايفين لا يكون عندهم الحكم بالافراغ، يعني التشرد، لكم ان تتوقعوا ما الذي سوف يقع. الله يجزيكم بخير واحد الدعوه ديال الخير. اللهم يا رب العالمين، يا اكرم الاكرمين، يا حنان يا منان، يا لطيفا بالعباد، اللهم اكتب لهم مكاتب الخير، اللهم اكتب لهم مكاتب الخير. اللهم يا رب حنن عليهم القلوب ويسر لهم الامور. اللهم يا ربي ولا تجعل للشيطان عليهم نصيبا، واجعل يا ربي الرزق الوفير والخير الكثير يعم عليهم في القريب العاجل. قولوا معنا جميعا امين 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 يا اكرم الاكرمين. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.